بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مصطفى الجيلي تلميذ الأستاذ محمد محمد طه. أحب أعلق أنه الفترة الأخيرة أظهرت أن الشعب السوداني شعب عملاق فعلا يتقدمه أقزام. الواحد يحمد الله أنه سوداني، وبقدر ما يظهر الأحداث تظهر عظمة هذا الشعب بقدر ما تظهر تدني وضآلة الأخوان المسلمين، وأصبحت عبارة الأستاذ فيهم يفوقون سوى الظن العريض. تعني أنه قدر ما تمدد لخيالك في السوء مع الجرائم اللي بنص عليها القوانين دي، كل ما يخطر بذهنك هم أسوأ منه. ودي أثبتتها هسه المقطع اللي قدامك ده بيوض الناس لما نتكلم كده ونكتب قولوا الجمهورين ما عندكم بس غير تتكلموا عن أستاذكم، وما في ناس كتار يتنبؤوا. هي القصة مش هالنبوءات، ناس كتار ربما يكونوا قالوا أنه الأخوان المسلمين حيستلموا، لكن دي ما الموضوع. الموضوع أنه الأستاذ محمود عنده طرح متكامل ومذهبية كاملة، هو بينعي على الحزبين الكبيرين الأمة والأنصار من البداية أنهم هم مشوا للطائفية لأنها شعبية جاهزة ما محتاجة لعمل، وما بيملكوا الناس الحقائق ولا بيملكوهم قضيتهم، وبالتالي التفكير كله في الشخصيات، مين يكون الرئيس مين يكون الوزير، وظلينا على كده وورثنا الأمر ده من زمن الإنجليز. حتى هو بيقول أنه الاستعمار خرج بدون ما نحن نبذل فيه. الحزبين كانوا جاهزين وكانوا بيفاوضوا بنيابة عن الشعب، الأمة عايزين ملكية تحت تاج الملكة فيكتوريا، والختمية كانوا عايزينها اتحاد مع مصر تحت تاج الملك فاروق. والأستاذ محمود من البدايات عنده منهجية كاملة، هو الحذر من انفصال الجنوب، وهو الحذر من التنمية الغير متكافئة، وحذر من اتجاهات التعليم الغير مدروس، وظل يتابع أن يتم الدستور. لكن أهم مخاطر كانت الطائفية، وفي نفس الوقت الأخوان المسلمين. الأخوان المسلمين من أوقات مبكرة جدا تكلم عنه، منذ الستينات ومنذ قبل الستينات، لكن في آخر السبعينات حملة ضد الأخوان المسلمين، كتبت 3 كتب باسم هؤلاء هم الأخوان المسلمين، وجاء في الإهداء فإن هذه الدعوة إنما هي فتنة لا خير في شجرتها ولا خير في ثمرتها، وأنت لا تجني من الشوك العنب. وفي الكتيبة الثاني برضو تكلم عن شرح بالنماذج العملية بأنه تنظيم يستغل الدين في الأغراض السياسية التي تستهدف الوصول إلى السلطة أو احتوائها. وفعلا الجمهورين اشتغلوا عمل مكثف في التوعية، في المنابر، في الحارات، في الأسواق، في المكاتب، ولحد ما واحد من المواطنين قال هم الجمهوريين ديل ما عندهم شغلة غير الأخوان المسلمين. فقيل أنه العبارة دي لما رفع التقرير ده في المساء قال كلمة مشهورة أنه يعني العمل اللي قمت به جيد جدا وإن شاء الله ربنا يقبله وإن شاء الله تلقوا بركته، لكن ده إشارة أنه السودانيين ما فهموا كلامنا. وربنا لما الناس ما يفهموا الكلام بلغة الكلام بيعلمهم بلغة الفعل، فقال ده إيزان بأنه الأخوان المسلمين حيستلموا السلطة، قال لأنه أفضل من يعرف نفسه بنفسه. وفعلا وقفت الحملة المكثفة ديك، وأصبح أن الصورة واضحة أنه الأخوان المسلمين حيستلموا. وفيما بعد قال الكلمة المشهورة اللي هو قال من الأفضل بالحرف الواحد، من الأفضل للشعب أن يمر بتجربة حكم جماعة الأخوان المسلمين لأنها سوف تكون مفيدة للغاية، فهي تكشف لأبناء هذا البلد مدى زيف شعارات هذه الجماعة التي سوف تسيطر على السودان سياسيا واقتصاديا ولو بالوسائل العسكرية، وسوف يزيغون الشعب الأمرين، وسوف يدخلون البلاد في فتنة تحيل نهارها إلى ليل، وسوف تنتهي هذه الفتنة فيما بينهم، وسوف يقتلعون من أرض السودان اقتلاعا. هسه شوف كلام اقتلاع ده، وشوف المشاهد اللي بتتم، يعني شوف دخول وترويع للناس وضربهم وقتلهم للناس، طلاب الجامعات، طريقة اللي بيضربوهم وبهينوهم بها، وكمان جابوا فيها سجون وغرامات. دي هي حتى اقتلعهم من أرض السودان بالضبط اقتلاعا، لأنه ما فضل لهم مكان في أي جهة في قلوب الناس. ولذلك الناس لابد أن تعيد
فهم دينا بصورة فيها فهم وفيها عمق وفيها صدق. نحن في أصول إنسانية هي اللي بتجمعنا. الشعارات دي هو قال في الستينات الحرية والسلام والعدالة. قال لو ما اجتمع السودانيين فكريا ما بيتم تغيير. يعني ممكن اجتمعنا عاطفيا في أكتوبر، فهي الثورة الحالية دي ثورة من الناحية العاطفية موحدة تماما. المحتاج أنه برضو يكون فكريا في توحد ليتم دستور ليتم عمل. وواضح أنه طالما الناس اجتمعوا أنه حرية وسلام وعدالة، عدالة في توزيع الموارد، حرية في الأفكار وديمقراطية، ده بالإضافة إلى الناحية الأخلاقية. والأستاذ محمود قال إن إحنا ما حزب ولا بندعو الناس لينا ولا حنترشح، وفي نفس الوقت إحنا ما بندعوهم لينا، بندعوهم لأنفسهم. رصاص ما رصاص، ده بمبان ضربوه، ده بمبان والله ده رصاص.